من الأهرام، السيسي يستقبل وفد من الكونغرس الأمريكي ويؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور لينسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة ستيفن بيكروفت. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي معربا عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين منذ عقود وتثمين مصر للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والتي ساهمت في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. ونوه الرئيس إلى التزام مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرضه من تحديات متزايدة، على رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول الصديقة في أوروبا والقارة الإفريقية. وأعرب أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي عن توافقهم التام مع الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب وتقديرهم لها، مؤكدين أن مصر تعد إحدى أكثر الدول جدية والتزاما في إطار مكافحة هذه الآفة الخطيرة.